تلاطف أصابع هذه الكفيفة آلة البيانو بجنون عاشق، وتصنع من أصواته الوترية لحناً عذب الجمال والمعنى. تتحدى إعاقتها وتضبط بآلتها هذه إيقاع الحياة التي خدشتها الحرب. كانوا يعني طبعاً أهلي يجيبوا لي هدية في عيد ميلادي أورغات وكذا، يعني من حق الأطفال. يعني كنت أعزف مقطوعات من يعني تيتانيك وإي بي سي دي وهذه العيد ميلاد وكله يعني. فالحمد لله يعني بدأت يعني العزف أطور على حبة، وأكثر الآلة كنت أحب أعزفها على الأورغ، وإن شاء الله بتعلم بإذن الله عود قريباً بإذن الله تعالى. رنا متدربة ضمن 20 فتاة تم اختيارهن من إجمالي 90 متقدمة، جميعهن تسابقن على احتراف عزف النوتات الموسيقية، وأحلامهن امتهان الفن وتأسيس فرقة نسائية موسيقية. طبعا أثناء إنزال الاستمارة لهذا المشروع طبعا بلغ عدد المتقدمات حدود 90 بنت، والمشروع هذا صمم لعشر فتيات، فنحن قدر الإمكان أتحنا الفرصة ل 13 بنت من شان يلتحقوا معنا في هذا التدريب. وأهم مخرج لهذا التدريب تشكيل فرقة موسيقية نسائية في عدن، وسيتم الترتيب لأول حفل موسيقي نسائي في عدن تاريخ 13/3/2023. ورغم أن الفن والعزف يقتصر على الرجل لخصوصية المجتمع، لكن إقبال هؤلاء الفتيات على تعلم العزف يشير إلى إمكانية دخولهن المعترك الفني مستقبلا، وهو تحد يتجاوز القيود الاجتماعية التي تقف عائقا أمام طموحهن. أنا بصراحة يعني نفسي أواصل، ونفسي أني أكون معروفة، ونفسي أن الناس كلها تعرف اسمي، أنه أنا والله في يوم من الأيام عزفت على الكمان، كنت عزفت موسيقى وكذا. بس إحنا عائقنا الأول والأخير المجتمع. أول شيء المجتمع بيلفت للآلات الموسيقية على أنها فقط للذكور فقط، يعني إحنا النساء يعني أقصى ما وصلت له المرأة في عدن من جهة الموسيقى هي الغناء فقط. أحلام هؤلاء الفتيات الحصول على فرصة النهوض مرة أخرى بالفن اليمني، وربما أن مشوار الألف ميل يبدأ اليوم من هنا. إقبال ملحوظ وأداء مبهر، والرغبة جامحة بالنسبة لهؤلاء الفتيات لمواصلة مشوارهن الفني، لكن يظل التساؤل أكثر حضورا هنا، هل ستحظى الفتاة اليمنية بالدعم حكوميا والتشجيع مجتمعيا لمواصلة دور المرأة الريادي في الفن ولو بالشكل الذي كانت عليه سالف الأيام؟ من عدن إياد الموسمي، هنا القاهرة عاصمة الخبر.